دو دري شدوا صحه ودخلوا لدار ريبه وجمعوه بينوس وحيد لي السروال وطلع فوق منه كان كيلعب، والاخر هبط سروال وجبد حشك وقالت على دير فمه كان كيلعب، والاخر جبد عود كي صحابها حفره برك يخشي فيها العود برك يلعب. احنا المغاربه كنلعبوا صافي هادشي اللي عندهم، اللي بغى يلعب راه يدير بحال هكا باش يلعب. راه شنقول لك، راه حنا في راه في غابه ماشي في بلاد حنا، على الدري الصغار اللي طرا ليه راه حنا في غابه. انا بعد المهم غير سمعت ديك الهضره كلاني قلبي ما سكتش. انا ملي جيت كنعرف الدراري الصغار كيعاودوا على داك الدري وكيقولوا لي شنو كيطرا لي في داك لوطيسما، انا ما سكتش كنعاود على الدري اللي طرا لي. ملي جيت كنسول وكنعيط للدري اللي هو الكبير في الدراري مغتصبو، كيخرج لي عينو قال لي انا ما درت ليه والو. ملي جيت ليه الدري كيتواجه معاه قال لي انا درت ليه عمل الفوق، انا ما قصتوش درت ليه عمل الفوق. هما راه تكارفسوا عليه، وكاين واحد الدري كان معاهم من الرابع شاهد قال لي ها داروا لي داكشي اللي قالوا الدري الصغير، قالوا داك الرابع قال لك داروا لي تكارفسوا علي، واحد دار لي العود، واحد دار لي فمو، واحد حيد لي سروال ونعس معاه. الشيخ كيقولوا اللي قالوا هما مشى على الطبيب النفساني داوه المخزن، ما ديناش حنا وما داتوش امه المخزن اللي داع الطبيب النفساني، حنا باقي ما عارفينش اشنو كاين. من حدا قالت لك مو داز عند الوكيل قالها ولدك مقيوس، قالها ولدك مقيوس. صافي المراه ما عارفه والو، المراه جايه من العروبيه كاريه بيت كتعرف عاد تخدم، وجيت وكل ولادها ما عارفه حتى شي حاجه. عيطت على انا نبهتهم شهرين قبل ما ترى هاد المشكله، من سمعت انا مع الهضره شهرين عيطت لمو الدري وعيطت لمو الاخر اللي كيشد لها الدري، وتبريت منهم شهرين. ومني عاودوا داروا عاوتاني صافي وصلت القضيه للمخزن، ما بقاش على واحد ولا اربعه. صافي جتها عيطت للاخرين بغاو يضاربوا معاهم هما الدراري، عيطت للاخرى جرتني لي قالت لي عافاك فاسريه باش ما كان نعطيك فلوس. انا ما شفتش مع دار الفلوس ماشي ولدي، بس غنوض انا شد مع دار الفلوس ولا شي حاجه، ما شفتش مع دار الفلوس ولو يكون ولدي ما شفتش مع دار الفلوس. انا كندوي على الحق، الدري تغتصب تخاصو تعرف هذا المخزن، تعرف هذا البوليس، تعرف المحكمه، تعرف كل شيء. صافي هادشي اللي درنا، وصلنا هادشي ومشينا لجمعية بيتي وجابوا الدري طبيب نفساني وقابلوا الدري، ودابا راه كراو ليها جمعية بيتي كراو ليها غادي يحولوها من المحمدية، وحنا باقيين كنجرو في هادشي. ودابا المشكلة اللي حنا كنشوفوا فيها هي ولا الاغتصاب، ومن بعد الاغتصاب ولات زوير. هادشي علاش كندويو حنايا، من الاغتصاب ولات زوير، وهاد الناس كيقولوا زوروا التنازل. المرأة وافية على كارت 3 سنين باش وافيه على كارت، انا مشيت نقيليز لها واحد الورقه ما بغاوش يقيليزو ليا، ما مشات معاهم لا مرا لا كارت على مرا، مشاو بوحدهم قيليزاو بين مرات لا كارت قيليزاو بوحدهم. عنده تدخل مع الناس، يقدر اين بلاصه يسيني فيها اللي بغا. هي سنات على شي واحد؟ ما سنات على حتى حاجه، سنات على كتبع عمومي وفي طوموبيل هبطوا بلا كارت، وهي راكبه في الطوموبيل ما هبطتش، هبطوا بلا كارت ديالتها كتبوا داك التنازل جابوه لها سنات في التنازل. ما عرفت اشنو قالوا لها باش ما عمرهم يتعارضوا لولدك. عافاك اختي سمحي لينا، ما عمرهم يتعارضوا لولدك ودير لنا التنازل. هي ما دارتش لهم التنازل وما سيناش لهم التنازل، وما قيليزاتش في الكتاب الكبير ديال المقاطعات ما قيليزاتش فيه. وهذا الشيء اللي طرا راه ما فهمتش انا، راه كنجي تطلي كنجيو ناخذوا حنا الشعب مع بعضياتنا، كنلقاو حتى الحكومه حتى هي معانا على هادو اللي خدامين في المخزن وقيليزاو ليها ما تشاركوش معاها في الجريمه، راه تشاركوا معاهم في الجريمه. مهما المراه ما مسامحاش في حق ولده والمخزن سامح فيه. لاكارت ديالها وافيه 3 سنين اصاحبتي، 3 سنين باش وافيه لاكارت. انا مشيت نقيليزي معاهم ما بغاوش يقيليزيو ليها، ما بغاوش نهايه. كنطلبوا فيك قلت لها انت هي المراه شوف وجهها في لاكارت، قال لي لا ما نقدرش نقيليزيو لاكارت وافيه. دوينا معاهم حتى عينا ما بغاوش. شغن نقول لك، الوالدين ملي مشاو تما باش يعاقبوا ولادهم قالوا لهم دوزوا في المحكمه، قولوا بان كنا كنلعبوا. داو دري شدوا صحه ودخلوا لدار ريبه وجمعوه بينوس وحيد لي السروال وطلع فوق منه كان كيلعب، والاخر هبط سروال وجبد حشك وقالت على دير فمه كان كيلعب، والاخر جبد عود كي صحابها حفره برك يخشي فيها العود برك يلعب. احنا المغاربه كنلعبوا صافي هادشي اللي عندهم، اللي بغى يلعب راه يدير بحال ما هكا باش يلعب، حيت والديهم راه نقابيين وداخلين في الجمعيات وكيعرفوا القانون وولادهم كيلعبوا. داو الدري الحفره قالوا لي يلعب راه كيلعب، ما عندهم ما يديروا، اش غيديروا؟ كيلعب. حيت هاد المراه ولاو ديروا اللي درتو، راه تخرج براسها مرفوع حيت ولدها مدمدم ما عارف والو بحال مو باغي يلعب مسكين، خارج يلعب معاه شديتو هذوك اللي والديهم اخوانه والقيام وداك الشيء، خل دخلوا الدري داروا لي هاد الحاله، هما اللي خاصهم يغطوا رؤوسهم. انا بعدا من عندي ما يبينوش وجههم حتى في الدرب، ماشي هي راه كتخرج براسها مرفوع حيت ولدها ما عارف والو، ولادكم اللي عارفين وهادشي خاصكم تعرفوا نتوما اصلا، ولادكم منين عارفوا هادشي؟ وربي ولادكم، هادشي اللي كنطالب منكم انا تربيو ولادكم ما تبركوش. في الاخر كتهدوها
جبد لكم التليفون هاش كتصيفطوا ليها حشومه وعيب، حتى واحد ما غيصيفط للمراه داك الشيء لو كان ما كانش منهم هما اللي كيصيفطوا للمراه داك الشيء، من عائلتهم هما كيصيفطوا للمراه داك العجب، كيصيفطوا لها شي حوايج وشي تهديدات. واحد كيقول لها انا جاي لك، انا قريب للويزيان، انا دخلت للويزيان، انا قريبت للقنطره، يلا وجدي راسك انا جاي لك. اش غدير ليها ملي غتوصل ليها؟ هيا عدي جي عندها، اش غدير ليها؟ وانا بغيتك تجي تسنيتك سيمانه باش تجي عندها وما جيتيش. هيا عندي دابا من نهار غتحيط عليها جمعيه بيتي غنتهز حوايجها وغتمشي بحالها تاع عندهم هما اللي غيتكلفوا بها. درنا على المحامين، درنا على كل شيء، راه واقفين عليها، حنا عاوناها في سبيل الله. ولو تا هاد الدري تا هاد ولاد جيراننا اليوم ولاد جيراننا تا هما يطرى عليهم هكا تا هما ما نسكتش عليهم، حيت هادشي راه ما فيهش الضحك. شي هاد الدري داروا هاد الفضيحه لهاد الدري تا هما طرى عليهم بحال ما هكا وما غنسكتش عليهم. ومني كنجي كنبحث كنلقى الشله مواس ولادهم طاري اللي هما خافوا من الجيران وخايفين من 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 رجالاتهم. واش ولدي تغتصب لي هو ولدي غيطلع راجل قدامي دابا هو مسكين حاضر راسه للارض وانتي كتقولي لا خايفه من الجيران ومن راجلي؟ لا ما تخافيش، دوي على حقك وعلى حق ولدك، بيني ليه بيني ليه، باش تي ام كبرتي ولدك وبينتي ليه بيني. واحد النهار بغيت كرفسوا لك الدراري وسط دخلتهم لك للمخزن، دخلتهم للحبس، ما خفتش منهم. تاتي نبغي اين ام تكون بحال ما هكا، ما تبركش وما تسمعش حق ولدها. هادشي اللي كنطالب من المغرب. او شحال ديال الاغتصاب طرا دابا، هاهي مرا اللي حاول ولدها اغتصبوا استاذ، ها هو كتبكي في الرباط وما عطاوهاش اي حق. على هادشي ديال الدراري الصغار ماشي قالوا العيالات حشومه كاع وعيب، ما يبقى حتى واحد يتعدى على المراه. الدري طلع عند باه، طلعوا باه بيدو، طلع معاه تماكن، من الدري بغى يهبط بوحدو، تبعوا 14 واحد كيعايروا في الدري وباغين يشدوا. اشناهو هادشي ولا عندنا في هاد البلاد؟ حيت كون تعتقلوا هادو كلشي الدراري غادي يخافوا، حتى واحد ما غادي يقدر يشد الاخر. كون تعتقلتهم حتى واحد ما غادي يشد الاخر. شي كون تعتقلتهم غير سيمانه، كون تعتقلتهم غير شهر كلشي الدراري غادي يخافوا، حتى واحد ما غادي يقدر يشد شي واحد. وانا كنطالب ان هاد الحكومه تخدم تبين حق هاد المراه، تبين عاد تندوا على التنازل، على التنازل مزور زوروه رجاله ماشي تدراري صغار قصيرين، زوروه رجاله. اشحال عطاكم تخانات زورتوا ليها التنازل؟ والمراه ما كايناش ولا كارت ديالها وافيه، ما عندهاش لا كارت. الانسان اللي كنبغي المغاربه اللي عندها شي ولد تحضيه، واللي عندها شي بنت تحضيها، راه ما بقى ما يعجب في هاد البلاد والو، راه ما بقى ما يعجب، ما بقى حتى شي حاجه اللي هي تحمر الوجه. وهاد المراه مسكينه انا ما عارفه جدوي ما تنتابوش وتصيفطوا لها المعيور وتقولوا لها شي هضره، سمحتي في ولدك بعتي ولدك. لا المراه راه ما عارفه والو، الوقت اللي دخلت عندهم الدار عندهم مش حق وما يدخلوها عندهم الدار، جيبينها من المحكمه، كي خرجت من المحكمه خارجه تالفه، من خرجت تالفه ما عرفتش فاش تركب، وقفوا لها وما بطلوا لها، بقوا عليها بزز راه طلعت لي ركبت معاهم، ركبت معاهم مشاو داوها هبطوا عاد كتبعوا مومي كتبوا داك التنازل. عسينات عسينات بورقه، ما سينات في المقاطعه ولا في البلديه ولا في شي حاجه ما هبطتش ليها. والوقت اللي جيبينا دخلتوها لداركم، ما عندكش حق تدخل المراه لدارك. دخلي دخلي المراه خايفه تبغى تخرج ما قادرش تخرج، وتقول لك ولا تقول بغات تمشي تشوف ولدي. مني ناضت واحد فيهم دار لها قال لك واحد البركه درنا لك في جيبك، مني دارت لك بركه جات عندي انا ديرك ما حلاتهاش ما قلبتهاش، خايفه المراه كي خرج بعدهم جات عندي قالت لي شوفي اش داروا لي، عطاوني شي حاجه داروها لي في الجيب. قلبت لقيتها 60000 باش هاد المراه تسمع في حق ولدها. واش الدري تغتصب ب 60000؟ واش الدري تغتصب يجي عطاو عليه 60000 تمسح القضيه؟ عطاوها الرشوه، هذيك الرشوه خاصكم تبحثوا عليها، علاش عطاوها هذيك 60؟ عمروا معاهم وعلاش عطاوها هذيك 60؟ وشكون عطاها هذيك 60؟ علاش عطاوها ليها؟ اش المناسبه ديالها؟ اش المناسبه ديال 60؟ علاش عطاوها ليها؟ واش هاد 60 عطاوها ليها باش هي تاخذها تمحي راه دارها لا حوليكم، زمطوا الدري في امه هاكوا 60000 ريال. وحنا ما غنزمطوش الدري في امه، ما غنزمطوش ليه، الحق هو الحق، غادي يبان الحق. هذيك 60 ما عندنا حنا ما نديرو بها، هي ما عندها ما دير بها، هي قالت تاكل على الخبز والماء وبقى لها شرف ولدها. راه ولدها لاح فيديو باش كيقول لها امي انا بغيت رجولتي ما بغيتش فلوس، والدري باغي رجولته، والمخزن اللي خاصو يعطي لهاد الصبيه رجولته ما يعطيهاش على الدري واحد، فهمتي؟ راه حنا بزاف جيتو كتبحثو راه كتلقاوش العجب. راه عندهم واحد خدام في المدرسه داير جمعيه في المدرسه، شنو قلبوا ولاد المدرسه كاملين؟ هادشي راه ولينا كنخافوا منه حنا، راه ولينا كنوصلوا ولادنا في المدرسه ونرجعوا ما بقى حتى حاجه والو، ما بقى والو. اش غنشوفوا؟ نشوفوا الدراري راه ولاو كيتغتصبوا صغار، والديهم كيعطوا الفلوس كنسكتوا، عطينا 60000 ريال باش تسكت؟ علاش؟ يعطيه هو ولده يتغتصب ونعطيو حنا 100000 ريال، وشوفوا واش غادي يرضى بها، والله الا رضى بها. شغنقول لكم؟ لا كان شي حق راه غادي يبان في هاد البلاد، لا ما كانش حق، لا كانت بلاد الحق راه غتبان، ما كاينش بلاد الحق راه ما كاينش. نهار 21 هاد المراه عندها الجلسه، وحنا عندنا محامين ما كرهناش محاميين اخرين يتزادوا، ما كرهناش يبان حق. بغيت محاميين، كاين محامي غادي يدوي على الاغتصاب ديال الدري، حنا بغينا محامي يدوي على الزوير، اللي بغينا محاميين يدوي على الزوير.
هاد المراه راه واخا ما عندهاش واخا كتعيش واحد هاي من نهار خصاصه بولدها ما خدماتش ما خدماتش قسم لها كتوكلوا لولادها ما خدماتش مرة دو دي عندي انا تاكل مرة اللي قسم لها الله ما خدماتش ما مشات لا خدمه لا ولاتها باركه في دارها ومقابله صافي خافت ما بقى عندها ما ولات كتخاف من ولاد الجيران ولات كتخاف منهم انا كنقول لي متاعي متاعيت على جميع قلت تعالي لدارك هي دخلي ليها انا غادر ارتاح انا غارتاح معاها حيت هاد المراه راه اش غنقول لكم انا ولا عندها ولدي مره كيجي عندي ما عتيق اختي عرفتي شكون قال لي وقال لي راه كيعيطوا عليا زكيه راه كيقولوا لي هما نهار خرجوا من التقديم جاو عندو قال صورتي زكيه بصح ما غيصور منكم والو حيت هاد زكيه مسكيره ما عندو كتقولوا نتوما زكيه هاد زكيه مسكيره ما عندها والو عدو الله سميو عليه زكيه ايوا دابا نشوفوكم نتوما من قدام اش غيسميو عليكم هو راه زكي هو سميتو زكريا وانتوما درتوه زكيه ودابا تشوفو نتوما اش غيطرى لكم فهمتي ربي راه كبير وكيخلي حتى واحد مظلوم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.